السلام عليكم خوتي خواتاتك، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحيحه؟ كلشي بخير، نتمنىكم تكونوا بخير على خير ان شاء الله، صحيحه جيده يا ربي. اليوم جيت نقدم معكم مقدمه من الكوزينه، نشرب معكم قهوه شو ديال التمر وشو ديال الشريحه مع الصباح. غنصوب معكم واحد القهوه غنشربها، ومن بعد غنوريكم واحد الوصفات اخرى ان شاء الله يا ربي. تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر ويعجبكم هذا الفيديو زوين. جيت ندير فطوري مع الصباح، غنفطر غير بشويه ديال الشريحه وشويه ديال التمر، ما فيا لا جوع لا والو. وغادي نبدا الروتين ديالي معاكم، نتمنى الاعجاب ديالكم للفيديو ان شاء الله يا ربي. وتحيه خاصه لكم بزاف المتابعين ديالي، راه كنبغيكم من القرب. هذه القهوه هي غتطلع ليا المجاج، غادي نشربها معاكم وغنشرب معكم هاد القهوه. وغادي نمشي للكوزينه ان شاء الله، غنحضر معاكم واحد الوصفه زوينه زوينه، نتمنى الاعجاب ديالكم. تابعوا الفيديو وما نحرقوش المفاجات ان شاء الله يا ربي، وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وغيعجبكم. ونتمنى الشيء اللي كنقدم لكم يعجبكم. نفطر معاكم ومن بعد غنمشي للكوزينه الاخرى ان شاء الله، عندي جوج كوزينات غنمشي معكم الاخرى. هنا كنسلم عليكم بزاف بزاف اخواتاتي من القلب، وراكم عزاز عليا بزاف بزاف على الكومونتيرات الزوينين، نتوما زوينين كومونتيراتكم زوينين. درك غادي نجبدوا شويه ديال التمر، معنا التمر كنديروه في الفريكو دائما، خصكم مع في الفريكو كيصبر، حيت التمر ما تقدروش تاكلوا فيه واحد الكميه كبيره، غير جوج ثلاثه. انا شاري داك التمر ديال العراق الكبير، كنشريه وكنخلي كنديرو في واحد الباطو كنخليه في الفريكو لداخل، كيبقى ليا كيصبر. فما بغيتو كنهز جوج وحده، هو ما خصش واحد يديرها حلو، هو خص واحد ياكل غير داك جوج ثلاثه صافي. التمر ديال العراق الكبير راه شويه حلو بزاف. انا درت جوج تميرات، ثلاثه تميرات وجوج شريحات، ثم على مسك المونت زوينين. وغادي نفطر بهم، طلعوا ليا المجهر اللي كنطيح ليا السكر يطلعوه، كنهابط يطلعوه، المهم ناكل مع الصبح ليها ليها. الشريحه مخليها في هذاك البواط في الماريو، ما كنديرهاش الفريكو. نتمنى هذا الفطور ديالي يعجبكم، غنفطر معاكم وغادي نكملوا الروتين ديالنا معاكم. القهوه ديالي هذه بعد ما عصرتها ليا، القهوه هي هذه، ها هي هي. غادي ندير الحليب من ما سخنته، هو الحليب في لاباره اللي كتسخن فيها الحليب، ها هو هي. غادي نكبوا فيها الحليب ديالنا، هو هذا بعد ما سخنته هو هي. من قهوتي هي هادي، نشرك مع خواتاتي، انا وليت اخوتي وخواتاتي، نشرك معكم كل شيء. ايوا نتمنى اللي دخل القناه يتشارك فيها ويدير جيم ويدير كومونتير زوين ويدير ابوني ويتشارك في القناه وبورطاجا مع الاصدقاء ديالو مع الحباب ديالو اللي باش يعملوا الفايده كلهم، هيا كلشي بنادم يتسافد. وهاد اليوتيوب حنا كنشاركو معاكم الحياه ديالنا، وكنجمعو معاكم كل تماركم معانا، وكنبغيكم من القلب. دروك حقكم في الجنه، الحق ديالكم في الجنه. انا بديت بالشريحه هي الاولى، كنموت على الشريحه هي عقلي، دائما كنموت على الشيء الفواكه الساكره زوينين، الفواكه اليابسين بحال التمر بحال الشريحه. انا قلت لكم شاربوا معايا القهوه، قهوتي هي هذه خاطره، واحد القهوه ما شهيتكم فيها، انا كنشربها بلا سكر، ما كنديرش فيها السكر. ونتمنى هذا الفيديو الاعجاب ديالكم، و الى عجبكم الفيديو كنعاودها لكم مره اخرى، بارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم مع الحباب ديالكم. ودركا بعد ما غنفطروا غنوريكم واحد الوصفه اخرى خطيره، واحد الوصفه زوينه زوينه وتعجبكم بزاف. واحد الوصفه غنوريها لكم زوينه، اللي تميرتكم حقكم في الجنه، قسم مع خوتي هما الاولين خاصهم ياكلوا معايا. راني انا كاع دور صحابكم كاينين معايا، راه ولفتكم بزاف والله، راه بحال كنشوف فيكم بحال قاعدين معايا، والله بحال كنشوف شكم راكم قاعدين معايا، سبحان الله العظيم. وليت دروك جيت ندير معكم واحد الوصفه، ها هي بعد ما فطرت. هاد الوصفة عندنا فيها اللبن، عندنا فيها العدس، العدس هو هذا بعد ما طحناه، هو هذا العدس شتوه. حتى كانت كاميرا التصوير عندي كتسحب التليفون كيبين كلشي حتى ما بينش. هذا عندنا العدس، العدس عادي، العدس خضر طحناه، هو هذا كنديرو ثلاثة العوايش قطعو العدس مع اللبن ولا مع دالو المسوس، دالو الا كان عندكم دالو المسوس توا ديرو. هادي خوتي هاد الوصفة، انا كان فيا فقر الدم، كان فيا فقر الدم الحاد، تبعت هاد الوصفه ديال العدس واللبن وصحيت عليهم، مشيت عند الطبيب هزيت التحليلات قال لي صافي فقر الدم تقاد لك الحمد لله حمد ربي وشكرته على هاد الوصفه ديال العدس. اللي عندهم فقر الدم الحاد
وفقر الدم ياكلوا على العدس واللبن ولا العدس مع دارهم. كل واحد انا عجبني مع اللبن، تاكليه مع الحليب، تشربيه مع الماء، المهم كلي العدس. وكليت معاه واحد التميره بحال هكايا، التميره تكليتها معاه مع الصباح، راه زوين. هاد جربوا هاد الوصفه ديال العدس فقر الدم، راه ما يخليهاش اخوتي، زوينه زوينه. غير العدس طحنوه خضر، ما تقلوه ما حتى شي حاجه، طحنوه وديروه في واحد القرعه، وقبل ما تفطروا ديروا معلقه كبيره، معلقه كبيره وصافي، معلقه كبيره، وكبوا عليها اللبن، خلوا واحد خوامينوت بين مرطابط شويه، وكلوه على الريق. راه فقر الدم ما بقاش يدور بيكم، راه غزاله 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 هاد الوصفه. جربوها خوتي خواتاتي اللي فيهم فقر الدم زوينه. ودروك انا جيت معاكم، دروك غادي نمشيو نديرو واحد الطويجه ان شاء الله، يتمنى الاعجاب ديالكم. طويجين عادي، ما جيتش كنعطيكم انا المقادير ولا جيت كنعطيكم الغوسات، انا داكشي اللي كندير في الدار جيت نشاركو معاكم. وتابعوني المقادير هم هادو، عندنا شويه تاع اللحم، عندنا شويه تاع البصله، شويه تاع بطاطا اللمانيه، بطاطا الحلوه، القرعه الصغيره، داك الكورجيت، عندنا زيت العود، عندنا الطويجين ديالنا هو هذا غنصبوه معاكم، عندنا التحميره مخلطه، عندنا فيها الخرقوم البلدي، كنجبر البلدي، التحميره، شويه تاع القرفه. انا نعطيه كلشي كنشدو كنمالانجا في واحد القرعه، احسن ليا كتجيني احسن، بلا ما نكثر من هادو ونقلل من هادو. دوك الطاجين ديالنا كنخليه يسخن، بعد ما سخلينا الزيت نديرو الحيمه ديالنا بحال هكا. الناس كلشي كيعرفوا يطيبوا، راه دخلوا اليوتيوب راه عادات تاع الطياب، راه كلشي بنادم كيعرف يطيب تبارك الله. حنا راه كنقسموا معكم الاميه ديالنا اش كنديروا دائما وصافي. وكدرنا مليحه بحال هكا، من طبيعه الحال ملح ضروري، وخا تضل طيبي وتبنني الا ما كانت ديك الملحه راه يقول لك مسوس، واخا تقادي حتى تعيا. دوك درنا التوابل هما هاد مخلطين، توابل ديال مينا الشايد مية عاديين. انا ماشي غادي نجي نقول لكم راني طباخه ماهره ولا، راه داكشي اللي كنديرو كنشاركو معاكم وصافي. طويجين نديرو الغدا، الغدا شحال ما حطيت لكم شي فيديو قلت بلاتي نشاركو معاكم، نتوما وليتو عزاز عليا وليتو مني، هداكشي علاش نشارك مع خواتاتي كلشي. ودوك الخضيره ديالنا هي هادي، عندنا شويه تاع الجلبانه غنعمرو بهاديك البطاطا، بطاطا لمانيه، بطاطا حلوه، بعد ما خويناهم يو القرعه من الوسط غادي نقطع البصله هي الاولى، نزيدوها على اللحم ديالنا. صدقوني هاد الطويجين ديال الخضره والله العظيم انا ما نديهاش في اللحم، كناكل غير الخضره، حيت اللحم طلع لنا في الراس والله العظيم. الحاجه اللي كتاكليها يوميا، اللحم، الدجاج، الكفته، لادان، هاد الشيء كيالحوت، هاد الشيء كيطلع لك في الراس. بكري الناس راه ما كانوش كياكلوا اللحم دائما، ما كانوش كياكلوا اللحم دائما، كان بنادم صحيح تبارك الله، وكان بنادم يقعد تيل 80 وتيل 100، وكان بنادم عنده العمر صحيح تبارك الله. دروك بنادم ولا صغير وراشي، حيت علاش بنادم ولا اللحم بزاف، ولا اللحم بنادم كياكل اللحم على الخضره بزاف. جربوني، جربوا اخوتي، واش الناس ما كياكلوش اللحم بزاف على الخضره؟ غير هاد ولاد اليوم راه ما كياكلوا كاع، ما ياكلوا كاع الخضره والله، ما يبغوها بزاف، تياكلها لك في الطعام شويه الطعام، وكيبغوا غير لاصوص مع السومول صافي، مع السميد صافي، الخضره ما يبغوها. سبحان الله العظيم، من ديال بكري كانوا تبارك الله كياكلوا الخضره صحيحه بيو، ما فيها لا دواء لا حتى شي حاجه، واللحم قليل مره في السيمانه ولا جوج مرات. دروك عندنا بنادم كياكل اللحم كثير، هادشي كثار بزاف والله العظيم. حتى اللحم ما بقى ليه مذاق، واخا طيبي فيه وتعاودي فيه تدعي والله ما بقى فيه المذاق كما بكري. بكري بنادم كياكل شويه تاع اللحم وكان كيجيك بنين، دروك اللحم بنادم طلع ليه في الراس والله العظيم. جربوا اخواتاتي وقولوا لي واش هاد السي بصح ولا ما بصح، كتبوا لي في الكومونتير. صحيح بعد ما حيدت لها القلب ديالها، بطاطا حلوه بحال هكا كما كنوريكم، القريعه تاعي حيدت لها القلب، بطاطا تاعي خويتها باش تجيني داك الجلبانه مجموعه كتجيني زوينه بلا ما تخلط ليا في الطاجين كلشي بحال هكا. صدقوني كتجي غزاله هاد الوصفه بحال هكا. ديجا حاطه معكم في القناه، كيعجبني هاد الطويجين بحال هكا والله، نقعد كنتوحش الخضره كندير داك الطويجين بحال هكايا والله. صدقوني كيجي كتجي لذيذه، هذاك الجلبانه معمره بحال هكا كتجي غزاله، ما شفتش تشبعوا منها تبارك الله. واش نقول لكم، نتمنى هاد الروتين ديالي يعجبكم، نتمنى هاد الطويجين يعجبكم، وتبارك الله كيجي غزاله، مش حيتكم فيه غزاله تبارك الله، عرفتي كيجي غزاله تبارك الله.
شو الشبع من تبارك الله والله العظيم غير جربوا اخواتاتك يجيو غزاله. دوكا كنقلوا اللحم ديالنا بعد ما كيتقلى كنزيدوا عليه الخضره ديالنا كامله وصافي وكنديروا فيه لاصوص اللي كيقدو نخلوه يطيب. هاد راه غير طواجن غير صغيور غير ديالي وديال الراجل صافي. مرخرة دير لي ماكلة اخرى الله ما ياكلوه لي ما ياكلوش ليا. ها والله العاد هما يبغوا الطاجن في شكل. ها واش غنديروا لهاد الدراري ديال دركا ما يبغوش خضره سبحان الله العاد نعيو معاهم ما يبغوش. وجربوني كيجي زوين داك الطاجن وكيجي لذيذ 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 وبنين والله العظيم ما تشوفش شبعوا منه من كيطيب كيجي معلك. تاخذوا ديك البطاطا حلوه والقريعة الصغيره كغشيت كيجي زوين كيجي في شكل. ملي كتعمري داك البطاطا بالجلبان كتجي في واحد البنه معسله تبارك الله كيجي زوين بحال هكايا. واش نقول لكم كنبغي نشارك معكم داكشي اللي كنطيبو في الدار وصافي. ام بنادم تبارك الله راه كلشي كيعرف يطيب والله العظيم كلشي كيعرف يطيب وكلشي كيعرف يديرو تبارك الله. ولو القنوات كتار ولو القنوات كتر من المتبعين تبارك الله لاحظتوهم. ايوا دابا الطاجين ديالنا شوفوا كيفاش كيطيب كيطيب على المهن بشويه. انا الطاجين راه كنكر فيه العافيه مهيله. راه الطاجين انا كنردو من 8 ديال 12 وكندير عافيه مهيله الا بيت الطاجين ما يتحرقش ليكم. كرفوا ليه مزيان الكاس والله العظيم يطيب حسن من الفاخر فوق من الكاس حيت ما كتبردش ليه العافيه. كيطيب على خاطرو كيجي زوين كيجي غساله. ودركا بعد ما سالينا الطياب ديالنا الطبق ديالنا غنوريه ليكم ان شاء الله. جا الطبق غزاله ماشي حيدكم. وبالسلامه عليكم المتبعين ديولي لفيديو قادم ان شاء الله يا ربي. وبالسلامه عليكم وتحيه خاصه لكم بزاف بزاف. وهنا اللي عجبكم الفيديو ديروا لي جيم وديروا لي كومونتير وديروا ابوني وتشاركوا في القناه وبرطاجوا مع الاصدقاء ديالكم. هادشي اللي كنقول لكم برطاجوا مع الاصدقاء ديالكم ومع الحباب ديالكم باش تعمل الفايده ديالها يا ربي. وصيفطر خوتكم اللي عزاز عليكم. وكان عمينا الشيطبية كلشي اللي بغيتها كتبوا ليا في الكومونتيرات نحضرها ليكم. وكنسلم عليكم بزاف بزاف ولا فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. ونخليكم مع الطاجين ديالي هو هذا.